السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنركز على بعض النقاط الأساسية الخاصة بالبيتكوين. بالنسبة للجزء الأول والثاني قمنا بشرح البيتكوين وكيفية تعدين خاص البيتكوين. قد أحط بأغلبية الأشياء الخاصة بهذه العملة، لكن في هذا الملخص القصير الخاص سأضع لكم فيديو صغير خاص بأحد العرب الذي شرح بطريقة جميلة البيتكوين وماهيته. أرجو أن تستفيدوا، ولأي استفسار أرجو مراسلتي. أترككم مع الفيديو. لقد شهد العالم منذ 2009 طفرة نوعية في ظهور العملات الإلكترونية، والتي صار الناس يستخدمونها في عالم الأنترنت سواء في البيع أو الشراء أو دفع المستحقات. وأشهر هذه العملات الإلكترونية انتشارا واشتهارا بين الناس عملة البيتكوين. إذا كنت لا تعرف شيئا عن البيتكوين، فاسمح لي أخي الفاضل أن أقدم لك تعريفا موجزا عنه وعن كل ما يتعلق به علميا وشرعيا، مرورا بالخطوات التالية. أولا، تعريف البيتكوين. ثانيا، طريقة عمل البيتكوين. ثالثا، تعريف تعدين البيتكوين. رابعا، طرق تعدين البيتكوين. خامسا، بيان الحكم الشرعي لتعدين البيتكوين. تعريف البيتكوين. البيتكوين أول عملة رقمية افتراضية تم إنشاؤها في عالم الشبكة العنكبوتية عوضا عن النقود الحقيقية، للقيام باستقبال وإرسال المال بين الناس بكل سهولة وسرعة وأمان، وفي أي وقت في العالم بضغطة زر واحدة. تم إنشاء هذه العملة في سنة 2009 من طرف رجل مجهول الهوية ويقال أن اسمه ساتوشي ناكاموتو. وكانت الفكرة إنتاج عملة مستقلة عن نفوذ البنوك المركزية توفر مرونة في التعامل بين الأشخاص والهيئات، إضافة إلى رسوم معاملات جد منخفضة، وتسمى أصغر قيمة للبيتكوين ساتوشي، مع العلم أن واحد بيتكوين يساوي 100 مليون ساتوشي. طريقة عمل البيتكوين. هذه العملة ليست مثل باقي العملات التي تطبعها البنوك المركزية، بل يتم إنتاجها رقميا من خلال حل خوارزميات رياضية على مستوى معالجات الحواسيب أو بطاقات الشاشة. وأي شخص يمكنه المشاركة في عملية الإنتاج من خلال امتلاكه آلات وبرامج إنتاج البيتكوين. ونظام عمل البيتكوين يسمح فقط بإنتاج 21 مليون وحدة بيتكوين حول العالم، لكن في نفس الوقت يسمح بإنتاج مئات الملايين من الوحدات المجزأة والتي تدعى ساتوشي. والبيتكوين له خطة ممنهجة في عملية إنتاجه. في كل 10 دقائق يتم إنتاج 50 بيتكوين على مستوى كل تكتل أو ما يسمى بلوك. عند اكتشاف 21 ألف بلوك، أي بعد مرور 4 سنوات، يتم تقسيم حجم إنتاج البيتكوين إلى النصف، أي 25 بيتكوين في كل تكتل كما حدث في سنة 2012. وسيتم نفس الشيء في كل 4 سنوات، أي في سنة 2016 و2020 و2024 إلى غاية 2140، وفيها تنتهي عملية إنتاج البيتكوين لبلوغه 21 مليون وحدة بيتكوين على مستوى العالم. تعريف تعدين البيتكوين. في مجال العملة الرقمية يتم استخدام كلمة تعدين أو تنقيب أو ماينينج لوصف عملية إنتاج العملة الرقمية. وعملية التعدين بالنسبة للبيتكوين هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة المرتبطة ببعضها حول العالم تقوم بفك مجموعة من الشفرات الرياضية محاولة لإيجاد حلول التكتلات The Block، وذلك لإتمام عمليات إرسال واستقبال البيتكوين. ولتبسيط الأمر أكثر نقول أنه عندما يكون لديك بيتكوين في محفظتك وتريد إرساله إلى محفظة شخص آخر، فإن خوارزميات البيتكوين تقوم بتشفير العملية بشكل معقد وترسلها إلى أجهزة أشخاص معدنين لمحاولة فك هذه الشفرة من أجل إتمامها وللمحافظة على أمن وسلامة العملية. ومقابل هذه المراقبة التي يقوم بها يتم مكافأتهم بالبيتكوين. وبهذه الطريقة
يصبح عمل المعدنين أشبه بالعمل الذي يقوم به صراف البنوك الذين يكون دورهم فحص الشيكات والتأكد من التواقيع وأرقام الحسابات وهوية العملاء. والخلاصة أن المكافأة هي من يجعل كل المعدنين يقومون بالتعدين، ويتم توثيق كل عمليات العملة الرقمية على مستوى منصة تسمى بسلسلة الكتل أو البلوكشين. ما المقصود بالبلوكشين؟ المعدنون هم من يقومون بمراقبة وموافقة على تحويلات البيتكوين والحرص على إتمامها بأمان. ومن أهم المشاكل الأمنية التي تعمل أجهزة المعدنين على تفاديها هي الإنفاق المزدوج للبيتكوين أو عملية نسخه في العملة الفيزيائية. وعلى سبيل المثال بالنسبة للدولار، لو قام شخص ألف بإعطاء 5 دولار مزورة للشخص باء، يمكن لهذا الأخير أن يتأكد من أن الورقة النقدية التي تسلمها مزورة، لكن في العملة الرقمية ربما غير ممكن. لماذا؟ لأن إرسالك مثلا للبيتكوين بقيمة 5 دولار هو شبيه بإرسالك لملف MP3 أو وثيقة وورد، حيث يمكن استنساخ هذه الملفات بشكل مثالي بدون أي تكاليف، وليس هنالك أي شخص يمكن أن يفرق بين الملف الأصلي والملف المستنسخ، وهذا يمكن أن يسبب في انهيار نظام العملة الرقمية. ولتجاوز هذا المشكل الأمني وللمحافظة على العملة الرقمية من الانهيار، قام مبتكرو البيتكوين بتصميم نظام شبكة للتحويلات، وهو بروتوكول يمنع أي انفاق مزدوج أو أي غش يحصل في استنساخ العملة الرقمية. وهو عبارة عن سجل عام يقوم بتسجيل كل عمليات البيتكوين التي تحدث على الشبكة، وهذا السجل هو المسمى بالبلوكشين، وهذا ما يجعل من المستحيل خداع نظام البيتكوين. طرق تعدين البيتكوين. لقد كان تعدين البيتكوين في بدايات ظهوره سنة 2009 سهلا جدا، وكان تعدينه يتم بواسطة حواسيب ذات كفاءات بسيطة، لكن بعد مرور الوقت وإقبال الناس على عملية التعدين وازدياد أعدادهم، ازدادت درجة صعوبة اكتشاف البيتكوين على مستوى الكتل بلوك، مما جعل أمر استخراجه بالحواسيب البسيطة أمرا صعبا جدا. فاضطر المعدنون إلى ابتكار آلات ذات كفاءات ومميزات قوية تكلف أثمان باهظة، سواء في معداتها أو استهلاكياتها للطاقة الكهربائية، وهذا جعلهم يفكرون في التعدين الجماعي أو المشترك عن طريق توفير برك ومسابح للتعدين، وهو ما يسمى باللغة الإنجليزية Mining Pool. وعملية التعدين لها طريقان مشهوران هما: أولا التعدين عن طريق الآلات المبرمجة لذلك Bitminer، ويكون عن طريق شراء آلات وربطها بالبرامج الإلكترونية لتقوم بالتعدين أوتوماتيكيا. وهذا النوع من التعدين سيء من ناحية الأصوات الصادرة عن العملية ومن ناحية تكلفة الكهرباء الباهظة الناتجة عنه. ثانيا التعدين السحابي أو الافتراضي Cloud Mining، وهذا الأخير قائم على إنشاء أشخاص وشخصيات لمزارع كبيرة تشتمل على قدر كبير من معدات تعدين البيتكوين حديثة جدا ومتطورة. وعوضا عن بيع هذه الشركات للأجهزة، تقوم بتوفير كمية من الطاقة، سواء كيلو هارتز أو ميجا هارتز أو جيجا هارتز أو تيرا هارتز، وتقوم بكرائها أو بيعها للأشخاص المهتمين بالتعدين عن طريق المواقع الإلكترونية، والتي تكون هذه الأخيرة عبارة عن منصة للتحكم عن بعد في التعدين. ومن هذه المواقع من تقتصر على تعدين البيتكوين فقط، مثل هاشفلار، بيتماينر، هاشوسين وغيرها من المواقع. ومنها من تعتمد على تعدين البيتكوين وغيره من العملات، مثل جينيسيس ماينينج، إيبوت، سيل ديماين وغيرهم من